دخل الشيخ خليل بقذائف الهون 30/1/2013 المستعسكر الثوري تجمع قلبي وكل على الله ايه علي عليه سيقوم بضرب تم الشيخ حديد المتواجد عليه شبيه الأسد والكلاب المعاد يأكله الله أكبر يا صفق قريش يا صفق قريش يا مساع الشادي مساع الشادي صفق قريش صفق قريش صفق قريش الله أكبر استهدافت للشيخ علي زيب الهاون والصواريخ 30/1/2013 المجلس العسكري الثوري في مدينة حماة تجمع علوي أبناء حماة ايه الشيخ حديد بالهاون الله اكبر على نفس الضربه على اليسار 25 متر على نفس الضربه نص التل على اليسار 25 متر لفوق شوي ايه نفس الضربه على نفس ايد نص التل من فوق يا ابو جانا تعال شوف هون اجى ليك لفوق شوي بده اجل مستر لك لا ليك تعال شوفها لك انت ايش بدك خاني يلا ليش وراي يا رب نشوفها عليك برا مضرب راجل من الجبين